بالنسبة لما تكلمنا بقى عن أيام علي كوبان، حسين بشير، يعني ممكن تعرف يعني عصرتهم أكيد طبعا يا رب، أكيد طبعا يا رب. إزاي كانت يعني الفن على أيامهم؟ والله الفن على أيامهم كان فن جميل بصراحة، كان فيه كل شيء، كان فيه حب. يعني حتى الموسيقيين اللي شغالين معايا كان بيعجبوا معايا الغنوة وحبوا الغنوة. يعني بعرف كلمة كلمة. زي مثلا يعني كان في حتة برضه أتذكرها، يعني اللي عازفين آلات النفط يعني الساكس والكلام ده كانوا بيتكلموا، ما كانوش مهمين والله، ما كانوش مهمين، بس مع ذلك بيعرفوا الكلمة بيغنوها مع فتلاقيه مثلا كان جميل بصراحة ليه. وكان النجم محسن بشير عبد القاهر يعني بصراحة كان نجم ملوش حل. حسن بن طولي، عبد الله ندم، يمكن أتذكرهم في التحميد برضه، أحمد هارون، في ناس كتير قوي، كان حسن صغير، خضر عفار، ناصر منصور، سعيد العاطفي، كان في نجوم كتير قوي بصراحه في الوسط الفني. كان مش زي دلوقتي، يعني دلوقتي معظمهم دلوقتي بيوقف على ايه كده. فبصراحه كان حب جميل يعني بصراحه. يعني بالنسبه من بداياتك حتى الان، يعني بالنسبه مثلا للصعوبات اللي واجهتك وازاي عرفت تتغلب عليها الصعوبات دي من بدايه المشوار؟ طبعا انت يعني ظهرت في وسط مجموعه يعني من الكبار، زي بيقول على تميزك، يعني ربنا يخليك يا استاذ. ظهرت في وسط يعني حسين بشير، حسن جزوري، يعني الاسماء اللي انت ذكرتها دي. ايوه والله، يعني كان صعب ايامي فكون ان انا اطلع في وسط الجماعه دي، فبعد كان صعب صعب في صعوبات يعني مواجهه. انا اتذكرت مني مثلا، انا من كتر مثلا الحاجات الصعبه اللي انا عملتها هناك يعني كنت في الساعة 4 أو 5 أيام، يمكن يعني كان نقول جانا ما فيش يمكن للأسف، يعني ما فيش حفلات عامة مثلا، ما فيش أي حاجة إلا من خلال فرح وشكرا لك يعني. فطبعا كنا شغالين في فرقة كبيرة زي كده، فكنا بنطلع الساعة 4 الصبح في مجال مواضيع يعني الفرح، فما كانش لينا مجال قوي يعني، أنا مش معروف قوي، أنا مش مطلوب عند الفرح يعني. فاللي كان بيتكلم كان علي كوبان، عبد الرحيم شيرين، وكان يعني الناس اللي ذكرتهم في الأول دول يعني. فكان صعب، فانا كنت زهقت او من الصعوبات دي، او انا ما كنتش جاهز انام فيها لان الحاله الماديه ما كانتش حلوه قوي قبل. فبعدين ما كنتش جاهز انا انام فيها، ولا لان كان عمليه صعبه جدا في بنات النادي. فاتذكر ان النجم حسين بشير كان في يوم انا كنت زهقت وقلت انا ايه اللي جاب لنا حاجه كده يعني، ولا فني ولا حلو ولا بتاع ولا مر وبتاع، همشي خلاص اصلا بلدنا يعني، عايش وسط بلدنا يعني لو خلاص يعني. رجال الفن، فحسين بشير كان قال لي، يعني قال لي مش عارف كده ان متذكر كذا كذا تحمل في النادي بدون فكره يعني. فقلت له ايوه يا استاذ انت فرحت على كذا، قال لي ايوه انا كنت بنام عليه كده فاضطر يعني استحمل شويه، قال لي في يوم اللي انا فيه هتوصل واكيد انت يعني هتتكلم من خلال اي فرح ومن غير ما يعرفوك، واستحمل بس شويه. قلت له ده صعب جدا ان الواحد يستعمل في بلد غريبة زي كده ومالكش حد فيها، ويعني كانت صعبة جدا فعلا. الحمد لله رب العالمين الدنيا مشيت حلوة يعني. أنا عايزين كلمة بالنسبة لي، في طبعا أكيد في مشوار الفن كل أغنيات محطات مثلا كانت ما تنساهاش أبدا، أو من الأغنيات اللي ما تنساهاش، أو محطات في حياتك، يعني يمكن مثلا الأغنية اللي وصلت للناس، الأغنية مثلا اللي ليها اتشهرت. أيوة كان أكيد طبعا، في أكيد أغنية في الجليد هي واخدتني كل الناس بسرعة. أنا كان أغنية عبد الحليم شكل عن حد محروم هو في الوقت ده كان جديد، فصعب إن الفنان النوبي يعني يجي في بطولة كاملة في شريط كامل أغنية كبيرة زي كده يعني، وأياميها ما كانش فيه حد بيغني اللون ده بالنسبة للنوبيين. كان كل يوم بغني يومي اللي بغني في ريكي، كان تخصص يعني كده. فكنت غنيت اغنيه بس محروم يا هوا من اسم الهوا، فكنا عملها لي قطاع تمتم، كان صعب جدا. على ما اتذكر ان الاستاذ عبد الحكيم شاهين قال لي ان مين قال لي في فنانين كبار ما رضيش يغني الاغنيه دي لصعوبتها يعني، فقلت ان انا هغنيها. فقال لها كده، قلت له ربنا يسهل على مين يعني. فعلا غنيتها بالبرد معاه وعجب بيها جدا، وسجلناها وخلناها عنوان الشريط، وهي اللي لفتت نظر الناس ليا ان في واحد ظهر اسمه فتحي عبده يعني. فالحمد
الحمد لله رب العالمين.